كلمته خلال تكريمه بوسام أكاديمية لشبونة للعلوم في أكتوبر من عام 2013. أكد صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن جامعة الشارقة استطاعت في سنوات قليلة أن تتبوأ مكانة مرموقة بين جامعات العالم على المستوى التعليمي والأكاديمي، وأن تتبنى وتطبق البرامج الأكاديمية الناجحة. وكانت جامعة الشارقة التي يترأسها صاحب السمو حاكم الشارقة قد بدأت في 14 من شهر سبتمبر من عام 2013 بتنفيذ أحد المشاريع العلمية الضخمة والمتطورة على المستويين المحلي والعربي، وهو مشروع مركز الشارقة لعلوم الفلك والفضاء. الأساسية التي جاءت لإنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك جاءت من خلال توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أنه دائما يوجهنا في الارتقاء بالجامعة إلى العالمية بالتعاون مع جامعات عالمية، مؤسسات عالمية، مراكز عالمية. فجاءت الفكرة هنا ب تحديث أو بتعريف بعض المشاريع التي ترقى بالجامعة العالمية. فلما قدمت له الفكرة ببناء قبة فلكية ثم مرصد ثم مختبرات لأجهزة فلكية تعنى بتحليل الصور الفضائية وتمييز أنماطها ورصد الأجرام السماوية والكون إلى آخره، فالله يحفظه صاحب السمو رأساً أعطاني فكرة، أنه قال لماذا ما نجعل القبة الفلكية مركزاً لهذا المركز ونبني مجسمات للكواكب التي تدور حول المركز بقياسات قد تكون متقاربة مع مداراتها، ليكون المركز بشكل عام وصفاً كأنه المجموعة الشمسية. بمعنى عندما تنظر من الأعلى أو من الطيارة تجد كأنما أنت في المجموعة الشمسية. قراءة الفكرة بكل أبعادها كانت الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فكانت الملاحظات والتوجيهات والتدخل المباشر من سموه. فلما صاحب السمو أمرنا أن نبني هذا المركز وأعطانا فكرة المجموعة الشمسية، أيضا أعطاني فكرة أخرى لما كنا نتكلم، أخذ الأقلام الملونة ورسم لي هذا الشكل اللي أمامكم الشاشة يمثل القبة الفلكية وعليها نصف كرة بقطر حوالي 20 متر. هذه الكرة قال نغطيها بالسيراميك الأصفر حتى يعطينا لون الشمس، والآن لما نشوفها كما هي بالشاشة الآن كأنما هي الشمس. عندما تنظر إليها من زوايا مختلفة تجد ألوان مختلفة، وعندما تنظر عليها في أوقات مختلفة من النهار تجدها بألوان مختلفة، سواء عند غروب الشمس أو عند شروقها أو في صبح الشمس. فهي تحفة فنية علمية ثقافية فلكية تمثل الشمس في المركز والكواكب تدور حولها وكأنها هي المجموعة الشمسية. وتم تشكيل اللجان برئاسة مدير الجامعة، ودارت عجلات العمل، واتخذت أساليب جديدة وعملية في طريقة التنفيذ تميزت بالدراسات المسبقة والتخطيط ووضع الحلول المباشرة للمشاكل على أرض الواقع. طريقة تنفيذ المشروع هي ليست طريقة كلاسيكية. طريقة كلاسيكية أنه الاستشاري يخلص التصاميم والمقاول ينفذ المشاريع. في هذه الحالة كانت المشروع أنه ينفذ بسرعة، فصارت طريقة التنفيذ السريعة اللي نسميها، يسموها بالإنجليزي fast track، بحيث التصاميم أول ما يخلص الاستشاري قسم من التصاميم المقاول يبدأ ينفذ عليها وإحنا نشرف على التنفيذ. فسوينا مجموعة مشتركة بين الاستشاري والمقاول وإحنا كجامعة، وفي مرحلة ثانية متقدمة كانت دخلوا معنا دائرة الأشغال في مراحل التنفيذ، وكان دخولهم يعني مفيد جداً. ولله الحمد قامت دائرة الأشغال بعمل
مشروع مركز الشارقة لعلوم الفلك والفضاء. نتكلم عن المبنى الرئيسي. المبنى الرئيسي مبنى يتكون من أرضي، وأول طابق الأرضي يتكون من مكاتب إدارية ومحلات وقاعات للاحتفالات وقاعات الفي آي بي للمعارض وكافيتيريا. المبنى للطابق الأول ممرات ستكون فيها أجهزة مختصة بالفضاء والفلك، معسكر عمل، ورش اجتماعات، خطط، خلايا نحل تعمل داخل المركز وخارجه. وكانت البداية من المكان المخصص لإنشاء المركز. بدينا بالتنظيف الأرض كما كانت، وبعدين المقاولين الثانيين بدأوا. كل ما عندنا مخططات من الاستشاري يبدي المقاول واحنا معه، فكل شيء تنفيذ يصير اول ما ينتهي من عمل مباشره. دائره الاشغال موجوده، الاستشاري موجود، رب العمل اللي هو الجامعه موجودين للمرحله الثانيه، فيقول لك نقبل هذا العمل او نقبله بشروط او في يتحول الى المرحله الثانيه المقاول، وهكذا تبدي المشروع انه يمشي بسرعه. عملنا فحص أرض، عملنا فحص تربة، ناقشنا مع المقاول على كل الأعمال اللي صارت هنا فيها، فكانت فائدة متبادلة للمشروع، لأساتذتنا يشوفون الخبرة العملية، ولطلابنا كذلك يتعلموا من المشروع. ومع اكتمال هيكل المبنى جاء دور القبة الفلكية الأحدث تقنيا في العالم. القبة الفلكية هي شاشة قطرها 18 متر وفيها أجهزة مختلفة. هذه الأجهزة أجهزة تعرض أفلام فلكية فضائية، وحتى أفلام أي فيلم كان مصمم للقبة الفلكية. القبة الفلكية في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تعتبر واحدة من أحدث القباب الفلكية في العالم ومن أكبرها أيضا. فهذه البلانيتيروم أو القبة الفلكية بالعربية تحتوي على 200 كرسي يمكن للضيوف الجلوس والاستمتاع بعروض الفضاء والفلك من خلال أفلام فلكية وعلمية مختلفة، وأيضا عروض خاصة بالفضاء والفلك تجعلهم وكأنهم يسافرون إلى أعماق الكون ويجوبون الفضاء لمعرفة أسرار هذا الكون الفسيح. ولكي يتميز المركز عن غيره من المراكز المشابهة في العالم، فقد تم تزويده بأحدث الأجهزة. يعني القبة الفلكية الآن أنشأناها بأحدث أنواع التكنولوجيا، من ناحية بها سبع عوارض. هذه سبع عوارض تشتغل مع بعض بحيث تعطيك دقة هائلة بالصورة وبتجانس الألوان وبتجسيم الصورة نفسها وبالحركة والصوت وكل الأمور الفنية التقنية اللي يحتاجها الفيلم، بحيث يخلي المشاهد وهو قاعد بالقبة يعيش مع هذا الفيلم. وأيضا بالإضافة للعرض الرقمي هناك أيضا جهاز معروف وأثرنا أن يكون موافقا في العمل مع الأجهزة الرقمية، وهو جهاز عرض النجوم البصري اللي بسميه Opt Mechanical Star Ball، أو جهاز عرض النجوم الميكانيكي البصري، الذي يعرض حوالي 10 مليون جرم سماوي، هذا الذي ترونه الآن والذي يتحرك. فهذا هو جهاز عرض النجوم، والذي يتوافق مع ما تعرضه أجهزة الرصد، أجهزة العرض الرقمية، وبدقة عالية وبطريقة فريدة جدا لم يسبق لها مثيل من قبل. فهي تكنولوجيا حديثة صممت للقبة الفلكية هنا في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. ويساند هذا الجهاز أيضا كما نشاهد أجهزة هنا أخرى، وهي أجهزة تعرض الكواكب
فهذا مثلا يعرض كوكب عطارد وحركاته في السماء، وهذا يعرض كوكب الزهرة، وهناك المشتري، وأما هذا الجهاز الكبير فيعرض القمر، وهذا زحل، وذاك أيضا يعرض كوكب المريخ، ثم هذا يعرض الشمس. إضافة إلى ذلك يحيط بالقبة الفلكية معرض تعليمي تعلمي تقني علمي يشمل أمورا كثيرة تخص الثقافة الفلكية الفضائية الموجهة لمختلف الفئات العمرية. هذا المعرض يحوي 4 حقب زمنية فلكية. الحقبة الأولى كيف تم مشاهدة الكون بالعين المجردة، بعدين كيف شوهد الكون بأول تلسكوب صنع اللي هو تلسكوب غاليليو، بعدين كيف شوهد الكون بأجهزة الطيف، لا يوجد نجم يشبه نجم ثاني، أيضا كيف نعرف لا يشبه من الطيف اللي هو مثل الدي ان اي للانسان. فهذا المعرض ايضا في تاريخ بدايه الفضاء من الاربعينات صعودا لغايه اليوم، كم مركبه فضائيه اطلقت، ما هي المركبات الفضائيه، ما هي الاكتشافات التي حصلت، يعني بمعنى اخر استكشاف الكون كله سيعرض على حائط القبه الفلكيه. كما عملت خلية النحل داخل المركز كان في الخارج أعمال من نوع آخر. كما قامت دائرة الأشغال بعمل مدارات حول مركز الشارقة لعلوم الفلك والفضاء. المدارات هي عبارة عن كواكب المجموعة الشمسية، والمبنى الرئيسي بالقبة الذهبية هي عبارة عن الشمس. قامت أيضا بأعمال الزراعة حول المبنى بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي البلدية الشارقة. لو تنظر إلى المركز كله تجد القبة الفلكية اللي هي البلانتيريوم وسط المركز، ثم مدارات الكواكب مع مجسماتها بقياسات مقاربة لبعض. بالنتيجة الشكل أو البنى الرئيسية للمركز قد تكون فريدة من نوعها بالعالم من حيث شكل المجموعة الشمسية ووضعها وإبرازها بالشكل العلمي القياسي الصحيح وبالألوان الطبيعية التي أخذناها من صور الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، خاصة من صور تلسكوب هابل، إضافة إلى الحديقة الفلكية، إضافة إلى راح نضع بعض النماذج للمركبات الفضائية، كان يكون صاروخ أريان الفرنسي راح نضعه بالحديقة أمام القبة الفلكية بنفس الارتفاع الحقيقي اللي هو 12 متر و8 بالعشرة، زائدا المركبة الفضائية أبولو، زائدا العربة الفضائية اللي تحركت في القمر، هاي بإمكان الأطفال يصعدون بها ويتحركون بين المدارات، يعني كأنما عنده رحلة إلى المشتري، عنده رحلة إلى زحل وهكذا. لذلك أنه هذا المركز بالحقيقة هو شامل متكامل لكل الفئات العمرية، زائدا لمختلف التخصصات الثقافية العلمية التعلمية في مجالات الفضاء والفلك. وعلى إحدى زوايا حديقة المركز تم بناء مرصد سيكون له دور كبير في عمليات الرصد ومتابعة ما يحدث في الفضاء. فضلنا أنه نبني مرصد صغير مكون من تلسكوب عاكس 45 سنتيمتر قطرة وتلسكوب كاسر 20 سنتيمتر قطرة. هذين التلسكوبين مترابطين مع بعض، تلسكوب الكاسر يرصد الشمس والقمر، يرصد لنا الهلال إن شاء الله أيام رمضان وشوال، زائد التلسكوب العاكس يرصد الكون، يرصد النجوم إلى آخره. بإمكان أن نوصل إلى مسافة نرصد جرم سماوي على بعد 10 مليار سنة ضوئية. تم بناء مبنى المرصد بمساحة 71 متر مربع،